أوه لو 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 على لا مارش أو بيي في الجانب وبالكالو باج اخوتي تخيلوا معايا يا سلام هادشي كنشوفوه في الغربه اخوتي تخيلوا معايا شي حاجه بزاف هربوني تبارك الله اخوتي كندير ثنائي انا وصاحبي ودابا غندوزو الزيكزاك خليني خوتي تبارك الله بغيتكم كاملين تشوفوا معايا الفيديو هذا غادي تبلبل اخوتي بزاف هاد الثنائي اللي درت انا والصديق ديالي فيهم خدمه زوينه تبارك الله ما شاء الله فوس اونغيير بالمقلوب قدمنا الثنائي كان زوين بزاف اخوتي كنتحدى اي واحد يدير هادشي اللي كندير انا والصديق ديالي اوف خويا شوف سالطو خويا كيدير شوف سالطو خويا كيدير ما شاء الله ما شاء الله ابهرتني هذه الكلاب ما شاء الله شوف اخويا اونغيير غوكي ما شاء الله تبارك الله اخوتي سبيرو نين نديرو اليوم لا مارش اوبي داكشي على حق وطريقو فما تبغيو تجيبو كليباتكم ما تخافو من والو حنا راه ما كنجيوش وكنخدمو حتى كن اون كونتاكت يو الكليبات ضروري يكونوا اون كونتاكت مع بعضياتهم باش ما يضمنوش بعضياتهم تبارك الله انتما كتشوفو معايا تبارك الله طوسكا ما شاء الله يا سلام على لا مارش اوبي اسي تبارك الله شوفو في عمر شهرين وثلاث ايام ما شاء الله اخوتي هاد الكليبه بتسبيرو تبارك الله فيها خدمه زوينه فيها دمنقيقه تبارك الله ما شاء الله ديال خويا جواد شوفوا اخوتي تبارك الله شوفوا تبارك الله لا ديسيبلين ولا باز اللي فيها شوفوا اخوتي التوغل شوفوا التوغل ما شاء الله يا سلام ابهرتني هذه الكلبه ما هذا ما هذا ما هذا نعم انها طوسكا انها طوسكا الصغيره نعم ابهرتني هذه الكلبه او لو لو ما تقولش لي عاوتاني فيها اونتربي خوت اخر حاجه غنبينوا لكم الاستاذ ديالنا نبيل تبارك الله ما شاء الله الكلبه عمرها خدمات وطلعها تحيه شوفوا كيخليه حياته كامله هو في السطح ما كيبقاش يشوف البشر نهار كيربطو كيولي اللي داز بغى يعضو عمرو خدم لي العضه ديالو وما كيعرفش يعض كعض في السنين وحشو ما يكون عندك كلب عنده 5 سنين صاحبي عمرو شاف البشر حاقد نهار يعض يعضبني ابو يقول لك ليك كلبك كيقرص خويا اليوم غنوريك الكلاب اللي فات والشراسه اللي دازوا في الميتينغ اللي فات غادي نوريهم لك فلا ديسيبلين يعني عندي حق نخرج نتبحر وعندي حق نخرج نخرج معايا كلبي وعندي حق نخرج نخلق مع كل باش وما ياديو ليا حتى شي واحد هادو هما الناس اللي كنحب اخوتي اليوم غتبلبل اليوم غتشوفوا شي حاجه في لا ديسيبلين شي حاجه الهربه اجيو تشوفوا معايا الكليبات اللي كانوا ديجا ديك الساعه ان شاء الله ويقدروا يكونوا كليبات اخرين واليوم غادي تشوفوا شي حاجه زوينه في لا ديسيبلين ولا باز اجي تشوف معايا اخويا اجي نوريك لا ديسيبلين ايوا حنا خوتي دابا خرجنا من الدار غنعيطو لي باسيوني كاملين اللي كيحبوها الاول عادي اللي كيحبوها ما كندويش على اللي ورد وكل شرب دخلو ينعس ما مربيش حولي في الدار حنا مولعين عندنا لا باسيو في القلب فهاد الحال سخون في الطنطونه غنتولعو نحقص لا باسيو عندنا في القلب دابا غنعيطو لكل واحد بوحدو ان شاء الله وراه عندنا الجروب ديالنا واللي بغى يدخل مرحبا به وغنديرو واحد الحصه ديال لا ديسيبلين يلاه نمشيو نشوفو يو السلام خو السلام حباب احوا طيبه كلشي مزيان الناس كتوحشتونا ديك المره قدرنا حصه ديال الشعراسه والديبوراج خدمنا ديك الساعه كانت الخدمه زوينه اخوتي بزاف ما كذبش عليكم كل حد كل مره جوج مرات في السيمانه انا كنت كندير سي كليبات فابور اللي بغى يدير سي كليبات فابور جوج مرات في السيمانه كل حد كنا درنا حصه ديال الشعراسه ودابا ان شاء الله غادي نديرو حصه ديال لا ديسيبلين غادي نتجمعوا غادي مع الكليبات غنعاسلو مع بعضياتهم باش ما يضمنوش ما يضمنوش بعضياتهم باش ان شاء الله ملي نبداو نخدموا معاهم في لا ديسيبلين حتى شي واحد ما ينوض عاد شي واحد ولا ولي دوميني يعني اخوتي اليوم غادي نديرو واحد الحصه ديال لا ديسيبلين واعره بزاف كما شفتو الكلاب ديال الشراسه ديال شحال هذيك القباحه اللي كانت واخا شفتو ديك القباحه اللي كانت راكم عارفين دوك الناس اللي كيربطو الكلاب بحال رابطو السطح كيخلي عام هو في السطح نهار كيخرجو كيولي باغي عاد كلشي هذاك ما عندوش لاطاك هذاك راه مالادي كيف ما كنقول لكم هذا الكلب مالادي حنا بغينا الكلب يولي عنده لورد اسي لا ديسيبلين كلشي بابوجي تكون عنده كاع الخدمه الحمد لله كنشوفو الناس غادي نواصلين في هذا المستوى ايوا اليوم ان شاء الله غادي نديرو هذا الفيديو هذا غادي نبداو اول حاجه لا مارش اوبي جميعا باش ان شاء الله نعاشرو كليبات مع بعضياتهم باش ما يتاداوش مع بعضياتهم
ان شاء الله باش حد ماشي دوماني شي واحد وليك الساعه غادي نبداو بالخدمه بواحد بواحد. اجيو تشوفوا معنا احسن لا ديسيبلين اليوم كيفما كتشوفوا معنا الخوتي دابا غادي نديروا لا مارش او بي باش الكلاب ما يضمنيش بعضياتهم باش ما غادي نتوالفوا ان شاء الله. وكلب ما خاصوش يفوش كلب اخر نديروا اسي خاصو يدير اسي كلشي خاصو يدير اسي كلشي كلشي خاصو يدير كلشي باش نلتزموا ان شاء الله والكليبات يكونوا متزامن مع بعضياتهم. ديك الساعه ان شاء الله غادي نشوفوا كل كلب اشنو هو عنده في ديسيبلين ولا باز وداكشي ديالو وعاد ان شاء الله غادي نشوفوا التقصير دوك الكلاب اللي شفتوهم ديجا في اللي حتى جا في فيديوهات سابقين. عاوتاني اليوم غادي نولعوكم وديما من الجديد وما تبقاش على خوتي وديما شي حاجه اللي غتشوفوها معنا اللي غتشوفكم وان شاء الله دابا غادي نخدموا مع الكليبات لا مارش جميعا. اجي نشوفكم معنا ايوا دابا خوتي غنديروا لا مارش كبير غنشوفوا مع الكليبات باش ما يضمونيش بعضياتهم. يلا خوتي مستعدين غادي نديروا دوغ شوت وغادي نرجعوا وديك الساعه غنديروا كل كل اشنو عطيه أسي 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 دوبا تبارك الله على خويا وولف كيف ما شفتوا معنا راه من بعد عام ونص ما خدم مع الكليب كلشي دابا تبارك الله ما خيبناش الحمد لله. ها هو الصديق دابا خدم مع وولف تبارك الله وغادي تشوفوه في الفيديو دابا غادي نديرو Pas bouger. تبارك الله ما شاء الله يا خويا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Pas bouger. شوفوا اخوتي دايرين قرعاش في راسهم تبارك الله شوفوا ما شاء الله. Bouger. Pas bouger. ما هذا يا اخي ما هذا يا اخي خوتي شي حاجه الهربه يا سلام. اي واحد كنتحداه عنده اي مالين ويجي يدير معنا هادشي هذا اخوتي راه صافي ما نكذب عليكم ما والو. انا بعدا مابقيتش كنشوف هادشي هذا ما نكذب عليكم ما والو. اللي عنده شي مالين وباغ يتحدى يجي الف مرحبا. راه عندنا في كازا الدم وشي حاجه اللي ما كايناش اخوتي راه هربنا على الاول كيف كان. دابا اخوتي غادي نوريكم الصافه كتسمعوا في سيزو مايكا تفرج صافي شبل
يا سلام اخوتي تبارك الله ما شاء الله شكون ترى يكون عنده بحال هادشي اخوتي قال لك مالين وطاح خوتي ديروا في بالكم يكون عندك كم شكون في الدار دريسيه تبارك الله يبان زوان تبارك ملي كنقولوا هادشي راه صح اخوتي الشيء راه ما بقاش حنا كنقول خدمه ليكسبيريونس عندك فيدك محضر ما عندكش سير القرايه عادي واش في القرايه حنا رجعنا كنتولوا مع بعضياتنا بزاف كنجمعوا الحمد لله كنستافدوا شي حاجه كيديروها مع بعضياتنا زوينه مازال ان شاء الله ترى اللي عندهم كليبات يجيو هنايا اللي عندهم كلاب يجيو هنا خوتي كيف ما شفتوا معنا دابا في الحلقه ديال لا ديسيبلي الله وما بارك زوينه وكانوا معنا دراري زوينين تبارك الله انتم كتشوفوا كنا ديجا درنا حصه ديال الشراسه واليوم ان شاء الله كنا متمنين الحصه غتكون شويه معقده ولكن الحمد لله دابا الامور بخير وعلى خير اليوم الحد درنا حصه ديال لا ديسيبلي موعدنا في حد الشيء ان شاء الله غادي نديروا الشراسه عاوتاني وغادي يكون ان شاء الله في استاذ نبيل غادي يجيب يتعاون معنا ان شاء الله راه واقف معنا اللي كثر خيره هادشي اللي دار معنا الحمد لله راه كنشوفوا قليل الناس المهم الله يرحم الوالدين غادي يتعاون معنا غيجيب لنا الماتريال العيبات وديك الساعه ان شاء الله غادي نكون الخدمه زوينه ويكونوا كليبات قد التالي لخوتي خوتي تبارك الله عليكم كان معكم سفيان سيباستيان استاهلوا كل خير